الموقف تاعي خاطر كلها قناعات وناس كل تحترم القناعات، كل واحد عنده وجهة نظر. بالنسبة للستاتويات انا ما طبعش برشا في فيسبوك، اما فما دي ستاتو متاع سب وثلب وشتم، فما حتى واحد يقبلهم في نفسه. اللي يحب اللي بار اكزومبل ما يعرفش على النقطة هذه وما يجبدهاش، اسكو الصحافي دور الصحافي في الرسالة نتاعو عنده دور كبير ياسر على مستوى نجاح اي جهه، وفي رؤته باش يحط بار اكزومبل دي زونجل اللي احنا ما نشوفوهاش ويساهموا باش يدفعوا الناس يخرجوا الاقصى. لكن كي واحد يسب لك عائلتك، كي واحد يذمك، كي واحد ثلب كبير في ستاتويات معينه وطول طون بوندون عامين ثلاثة سنين، انا ما نقبلهاش. وتكلمت عن النقطه هذه، وينجم يكون راهو موقف شخصي اللي ما يمثلش اللي كونه موقف مع الصحافه ولا مع الاعلام وكل شيء. بون تقول لي اعتذار، انا اعتذار شنو الاعتذار؟ اعتذار من شنو؟ انا انسان صاحب مواقف وصاحب مبادئ طول طون دافع عليهم، وانا وقت نغلط اي واحد نجي قدامه ونقول له انت على راسي وعيني ونبوسه من راسه، والناس الكل تنجم تخطا. اما في موقف كيما هذايا راو تعدى الحدود، تحبوا انتم تغزروا له ولا ما تغزروش؟ صفحه جديده يسبيها توجور صفحه جديده. وانا من اللي بديت كل ستاج جيتي طول طون في سيتياسيون في تحدي كبير، وقادر باش نرفعوا التحديات، وقادرين باش ان شاء الله نفرحوا تونس. وهذاك هي الغايه نتاعنا، باش نحاولوا نقدموا تونس ان شاء الله توصل الاهداف نتاعها في الكومبيتيسيون الجايه. النهار بار اكزومبل اون ا ديباسي لي ليميت، الاحترام موجود، وهذه هذا موقف ومبدا نتاع عايش. اليوم في سيتياسيون كيما هيك يفهم كومبخوند. انتم زاد كيف كيف راهو ماهوش في جهه معينه. انا بالنسبه لي انا على الراس والعين العلام، وانا بالنسبه لي انا رنيت برشا جمعيات وتعديت، وهذا شيء ماهوش جديد عليكم. احترم رايكم وانتم على الراس والعين زاد كيف كيف. انا الاجابه هاني جاوبتها، والموقف نتاعي هاني جاوبته، ودونك ما عادش نعطي حتى تفسير اخر.